بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. بعد أن حاسب سيدنا موسى عليه السلام سيدنا هارون عليه السلام، وأغلظ عليه سيدنا موسى عشان يعرف منه ما أحدث بنو إسرائيل في غيابه بعبادتهم العجل وتركهم لما أمرهم به موسى عليه السلام، وتركهم كمان للتوحيد، لأن ما أمرهم به سيدنا موسى عليه السلام هو التمسك بأنه لا إله إلا الله. بعد ما حاسب سيدنا هارون وظهرت لسيدنا موسى عليه السلام براءة أخيه هارون، اندفع بعد كده سيدنا موسى عليه السلام ليسأل السامري صاحب الفتنة عن هذا الشرك اللي صنعه وعن هذا الإضلال الذي أوقع فيه بني إسرائيل. فقال له موسى كما جاء في القرآن الكريم: فما خطبك يا سامري؟ فأجاب السامري قال: بصرت بما لم يبصروا به. بصرت جاية بمعنى علمت، وإحنا هنختار في تأويل وتفسير هذه الآية إن إحنا بنفهم هذه الألفاظ، هل الألفاظ أريدت على حقيقتها أم أريد بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز، لأنه بناء على هذا الفهم بهذه الطريقة العلمية اللي فيها حس واع ومعرفة دقيقة بجماليات اللغة العربية هيبقى عندي تفسيرين لهذه الآية الكريمة. بالنسبة لما قال السامري بصرت بما لم يبصروا به، يعني بيقول لسيدنا موسى أنا علمت، اهتديت، هي جاية من بصرة الشيء، معناه العلم القوي، يعني حتى انه عايز يقول له ان انا اهتديت يا موسى الى علم او الى علم قوي او الى علم ما لم يعلموه، وهو يقصد علم صناعه التماثيل والصور اللي صنع بيه العجل المصنوع من الذهب.
وكمان إنه بصرت بما لم يبصروا به، إن أنا عندي علم دقيق في الحيل اللي قدر بيها أو من خلالها السامري يوجد بهذا العجل الخوار، أوجد بهذا العجل خوار، هو يعني يعمل صوت زي صوت العجل، وصنعوا بدقة معينة وبكيفية معينة الهواء يدخل بطريقة فيحدث صوتا فيتهيأ لهؤلاء البلداء بأن لهذا الجماد أمامهم أن له صوت. وأنا لما أجي أفهم أو أشوف أن السامري عمل كده، الحقيقة ليس بعجيب عليه أنه يصنع ذلك، لأنه في البيئة المصرية القديمة كانت هناك براعة شديدة في فن النحت والتصوير، وأنه فن النحت وفن التصوير عند المصري القديم ده قائم على علوم ومعارف دقيقة جدا توصل إليها المصري القديم، ومش بس في النحت والتصوير، في سائر العلوم والمعارف اللي بنقدر نتعرف إليها من خلال المصريات ومن خلال علماء الآثار والباحثين اللي أمضوا وقت طويل جدا عشان يقدروا يكتشفوا أسرار هذه الحضارة القديمة، حتى إننا إلى الآن لم نصل بعد إلى معرفة جميع أسرار الحضارة المصرية القديمة. وسواء كان السامري ده مصري قبطي أو كان من بني إسرائيل أو كان من أي حتة، هو كان مقيم في البيئة المصرية، فبالتالي كان له اطلاع على هذه المعارف اللي كانت موجودة في ذلك الزمان، إزاي يصنع وينحت بطريقة فيها ابتكار وفي نفس الوقت إن يبقى فيها صوت تحدث صوت فيتهيأ للقوم من بني إسرائيل بأن هذا الجماد بيحدث صوتا. لكن حتى القرآن عب عليهم أن هذا الذي يرونه بأعينهم لا يحدث، لا يستطيع الكلام ولا يرد عليهم حتى، فإذا كان بيعمل عمل لهم هو السامري خديعة وحيلة في فن الصناعة دي أو في فن النحت بطريقة دقيقة معينة، فجعلت لهذا العجل خوار كخوار العجول، فهو في الحالة دي مش خدعهم، لكن هو ما بيتكلمش، ما بيردش عليهم حتى، لا يرجع إليهم قولا، لا بيكلموه فيرد عليهم ولا بيتحرك ولا حاجة، مجرد الحيلة اللي عملها فيها بهذا الفن الدقيق خدع هؤلاء وجرهم معاه إلى الوقوع في براثن الشرك. وزي ما قلت لحضراتكم يبدو أنه كان لدى السامري معرفة وكانت لديه مواهب كذلك، معرفة بهذه العلوم القديمة وكذلك مواهب أثمرت هذا أنه يصنع هذا العجل الذي جعله أو هذا العجل العجيب الذي جعله يحدث صوتا وهو جماد لا يتحرك. لذا رد على سيدنا موسى فقال له، قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني كان عندي علم وأحط بفن من فنون العلوم لم يحيطوا به. يبقى البصر هنا على المجاز مش على الحقيقة، والعربي بيستعمل البصر بصرت بكذا أي فقهته وفهمته وعلمته علما قويا دقيقا. لما تيجي تستعمل اللفظة دي للتعبير عن المعرفة والعلم، مش أي معرفة ومش أي علم، فهو بيقول بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني وصف السامري لسيدنا موسى عليه السلام لما سأله واستجوبه سيدنا موسى، وصف له السامري أنه عمل أو صنع شيء عجيب بعدما نبذ طريق الإيمان اللي دلهم عليه موسى عليه السلام، فقبضت قبضة من أثر الرسول. طيب القبضة هنا بمعنى إيه؟ القبضة هنا بمعناها الحقيقي أنه قابض على شيء في إيديه، ولا بمعناها المجازي؟ لا، بمعناها المجازي. القبضة هنا بمعنى النصيب، تشير اللفظة إلى النصيب القليل من الشيء، تقول مثلا قبضت قبضة من تمر، يعني خدت قبضة كده قد، يعني قبضت على إيدي بحبة كده شوية كده خدته، لكن المعنى هنا مجازي بإني يعني خدت من الشريعة بتاعتك قدر كده عام بسيط. والأثر قبضت قبضة من أثر الرسول، الأثر بمعنى التعليم أي الشريعة، يعني أنا من اللي انت علمته لبني إسرائيل
أنا أخذت من المعارف والعلوم اللي أنت قلتها دي قبضة يسيرة، يعني القليل من الشريعة التي جئت بها أو من الأوامر الإلهية اللي أنت قلت لهم عليها. وكان هنا بمعنى نبذتها، بمعناها المجازي، بمعنى أني أهملت ونقضت، تركت ما أمرتنا به أن نصنعه، أنا سبته، يعني بيعترف على نفسه. يعني أنا عايز يقول له أنا كنت صاحب معرفة كده إجمالية من هدي الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلك بيها، لكن أنا انخلعت عنها بالكفر، وبيتهم نفسه، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني خلاصة رد السامري على سيدنا موسى عليه السلام لما استجوبوا أنت ليه عملت العجل ده، وليه حاولت تغوي هؤلاء، وإيه اللي أنت عملته، لأنه فما خطبك، يعني أنت ما بتسأل بكلمة الخطب، بتسأل عن شيء جلل، مصيبة حصلت، إيه حكايتك، بس يعني في اللغة العربية لما تقول ما خطبك يا فلان، يعني إيه الوضع الخطير ده، إيه الحالة الحرجة دي، فأنت بتسأل على شيء مش يسير وهين. فكان خلاصة الرد السامري بأنه عايز يقول لسيدنا موسى أنا يعني بعملي لهذا العجل نقضت للعبادة، لعبادة التوحيد، ونقضت اتباع شريعتك اللي انت جيت بيها، ونقضت اتباع، هو لم تكن هناك شريعة ساعتها بالمعنى المفهوم، أي أنه كان لسه ما استلمش ألواح التوراة، لكن كانت هناك أوامر ربانية أرسل بها موسى عليه السلام، وأساسها العقيدة وهي التوحيد، وبعض يعني الصلوات اللي كانوا بيصلوها ويذكروها، ولكن بقية الشريعة جاء بيها في الألواح. هو اعترف أمام موسى بصنعه للعجل، واعترف بأنه جهل فكفر فضل وأضل، واعتذر عن كده بشيء لم يقبله سيدنا موسى، قال له وكذلك سولت لي نفسي. يعني عايز يقول له أنا نفسي هيئت لي إن أعمل كده، فبيعلق على شماعة نفسه. وسيدنا موسى يعلم كنبي كريم إن الإنسان هو من يقود نفسه، هو اللي ليه سلطان على نفسه، يختار طريق الطاعة ويمشي فيه، ده هو اللي اختار، له عقل يسوس به هذه النفس، فبالتالي هو اللي اختار الطريق ده، وهو اللي أراد الضلال والإضلال لنفسه ولهؤلاء. وفي الحال أصدر سيدنا موسى العقوبة التي يستحقها السامري في الدنيا، فقال له كما بين لنا القرآن الكريم، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ودي احنا هنعيش مع معناها في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وهي عقوبة السامري. لازم وأنا بختم الحلقة في التفسير أنوه إلى أنه جمهور المفسرين لما جم يفسروا الآية دي، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، من أول بقى بصرت بما لم يبصروا به أهل التفسير، بل جمهور المفسرين قالوا بأن المراد بالرسول هنا سيدنا جبريل عليه السلام، اللي هي فقبضت قبضة من أثر الرسول، وذكروا قصة، قالوا أن السامري فتنه الله تعالى، فأراه الله تعالى جبريل راكب فرسه، ف يعني كلما وطئت حافر فرس جبريل مكان، إذا المكان ده فجأة كده يبقى مخضر بالنبات. والرواية دي أو القصة اللي قالها أو ذكرها المفسرون، قال لك فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي، يعني مكان ما وطئت حافر فرس جبريل، مكان اللي وطئه ده التراب ده، لو خدوا اللي خضر ده، قال إنه هو عرف السر ده، فأخذ، أو إنه أثر جبريل ده لو أخذه وألقاه في أي جماد يصير حيا، فهو راح واخد قبضة من ذلك التراب وصنع العجل وألقى بقبضة هذا التراب عليه فصار جسدا له خوار، كخوار العجل، فعبر عن ذلك الإلقاء بالنبذ. لكن الحقيقة لا أميل إلى هذا الكلام، إنما أميل إلى ما قدمنا إليه في شرح معنى الآية.
والحقيقة ما ذكره أهل العلم أو أهل التفسير، وده اللي ذكره جمهور المفسرين، مناقش بما ذكره أهل التحقيق من ضعف هذه الرواية. والحقيقة إذا احنا تدبرنا الآية بدقة يتضح لنا بوضوح ضعف هذه الرواية في الاعتماد عليها في تفسير هذه الآية، وإن إشكالية فهم هذه الآية الكريمة تخضع إلى فهم دقائق اللغة وسياقات سياق القصة المذكورة فيها والسياقات العامة كلها اللي ذكرت فيها قصة سيدنا موسى عليه السلام، بالذات في هذه المشاهد الخاصة بصناعة العجل والتعليق على ذلك والمشاهد التي خلفت ذلك بعد رجوع سيدنا موسى عليه السلام من لقاء مولاه. إذا جمعنا المشاهد دي كلها في نظرة موضوعية دقيقة تجلى إنه الألفاظ في فهم هذه الآية لا تصرف على معناها الحقيقي وإنما تصرف على معناها المجازي. وقبل ما نختم حلقتنا في التفسير أو هذا المقطع في التفسير، أنبه إلى إنه إيه الحقيقة وإيه المجاز. أنت بتستعمل اللفظة ليها معنى حقيقي وليها معنى مجازي، زي ما تقول مثلا رأيت أسدا في الغابة. كلمة أسد لما تقول شفتها في الغابة يبقى أنت شفت أسد حقيقة، شفت بعينيك أسد حقيقة. فإذا مثلا قلت لقيت أو وجدت أسودا أو أسدا في المعركة أو أسودا في المعركة، إيش جاب الأسد للمعركة؟ يبقى أنت عايز تشبه يعني بطولة المقاتلين في المعركة بالأسود، بالقوة والجسارة والجرأة فشبهتهم. يبقى هنا المعنى أو اللفظة هنا استعملتها استعمال مجازي عشان أوضح، وده من جماليات اللغة العربية، وده كتير جدا، وقضية الحقيقة والمجاز قضية مهمة جدا في فهم الكثير من يعني الوحي الشريف، ومهم أن يطلع عليها من يتعامل مع هذا الفن واللون الراقي وهو تأويل وتفسير القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام والتوفيق. وصدق الله تعالى العظيم، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة قناة أون. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. نذكر حضراتكم بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنتشرف باستقبال أسئلة حضراتكم على الصفحة، بيكون الرد عليها في الحلقة المخصصة للرد على أسئلة حضراتكم، وهي حلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، وقدر الطاقة بنجاوب على أغلبها. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بنعرض على حضراتكم فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. وناخد من معنا أستاذة خلود، ومعانا سؤالين من امبارح، إن شاء الله نتمكن من الرد على جميع الأسئلة. أستاذة خلود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحت يا دكتورة، أنا عايزة أسألك. علي صوتك أستاذة خلود أو تعالوا الصوت. لو سمحت بقول لك، عايزة أسألك على حلفان اليمين. على حلفان الطلاق. يمين الطلاق. جوزي من قيمة أسبوعين كده حلف علي، قال علي الطلاق، لا تعاملي الأولاد كويس. فيعني الأولاد أنا عصبية، يعني بيعملوا حاجات بتعصبني، فساعات بزعق لهم وساعات يعني بضربهم. فبعد حلفان اليمين يعني ما عرفتش اتملك في عصبيتي، فساعات يعني بيعملوا كده بضربهم او بزعق لهم. وقبليها يعني فتره حلف عليا مرتين. اول مره قال عليا الطلاق، ده انت يعني
بتمشي من البيت، فباباه قعدني وراح رد، اليمين عندي شيخ، يعني عطى شيخ فلوس. وتاني مرة حلف لعمه في التليفون، ده لازم يطلع على دار الإفتاء. ده حياة كلها بالأيمان كده، بأيمان الطلاق، عشان بس هما يسألوه هناك. يا أستاذة خلود شكرا لحضرتك، هنجاوبك ونوضح. طب قول لنا السؤال التاني ونجاوبك. أيمان الطلاق الواحد ما يقعدش يلعب بالكلام ده. ولو سمحتي، والمرة التانية حلف العمو في حلف العمو يعني في التليفون، قال كانت حاصله يعني مشكله وكده، فانا سبت. قولي لي السؤال، قولي لي السؤال الثاني بقى يا خلود، انا خلاص فهمت سؤال الايمان. السؤال الثاني، السؤال الثاني، اخو جوزي عنده مرض شلل نصفي، وانا وجوزي بنساعده، فهو عايز يكتب الميراث فينا احنا ويحرم اخواته الثانيين، فهل كده يعني ينفع؟ يعني هو عايز يديكوا عايز يديكوا حاجه وهو ما زال على قيد الحياه. هو عايز يكتب الميراث كله بتاعه، يعني اللي بيملكه لجوزي. عشان احنا يعني بنساعده في مرضه وكده. بس انا احنا بس عشان افهم، هو دلوقتي عايز يديله الحاجه دي دلوقتي، ولا هيكتبها بعد ما يعني يلقى وجه كريم؟ لا، عايز يكتبها ليه دلوقتي. يكتب ده دلوقتي. تمام. لو سمحتي يا دكتوره. اتفضلي. هو يعني انا بحسن اليمين، هو يعني قال لو قال علي الطلاق 3 مرات يبقى كده خلاص انا اتطلقت منه. لا ابشري، لا ابشري خيرا ان شاء الله خير. شكرا. استاذه ثريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذه ثريا. لو سمحت يا دكتور، كنت عايزه اسال كلمه في ايه قران، في ايه في القران بتقول وبشر المخبتين. ايوه. يعني ايه المخبتين؟ حاضر، احنا شرحناها قبل كده بس هوضحها حاضر لحضرتك. كنت عايز اعرف زياره القبور للنساء حرام ولا لا اثناء الدفن او غير الدفن؟ حاضر، اتفضلي يا ست ام محمد، ناخد حضرتك بسرعه. اتفضلي يا فندم. ست ام محمد، ست ام محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا ام مصطفى، معلش. يا ست ام مصطفى، ربنا يبارك فيكي وفي مصطفى. اتفضلي. كل عام وانت بخير يا دكتوره. وحضرتك بالف خير وسلام يا رب. يا بنتي هتقرا في المصحف في رمضان، يعني متفقه وياها وانا اقرا وياها، ينفع ده ختم القران ليه؟ يعني هي بتقرا عشان حضرتك ما تغلطيش وانت تقري وراها. عشان ما بعرفش اقرا يعني. حاضر. هي بتعلم حضرتك ولا مجرد القراءة بس؟ القراءة أنا بقول لها يعني عشان أختم المصحف في رمضان. حاضر، ربنا يبارك في بنتك. طيب في حاجة تانية؟ في أنا كنت قايلة لستي تحرم عليا على الموت وعلى الحياة وبعدين كلمتها. حاضر. وسلفي بيقول أنا ليا يعني في شيخ كده بيقول ده مديني خدمة وبحضر الجن وكده، وبقول له ده حرام، بقول له اجيب لك شيخ يعالجك بالقرآن. ياسمين انا يعني حضرتك انا قايلها لك مرة ان انا شايلة المفصل وكده. فبيقول لي ده ماله ومال الشيخ اللي هيحضر ده ولا هي يعني. بيقول لي هو اللي بيقول ده مديني خدمة وانا بحضر هو عايز يعمل الكلام ده مع حضرتك يعني. سيلفي بيقول لي هجيب لك الشيخ يعالجك بالقران، بس هو بيقول لي ده مديني خدمه وانا بحضر دولت، وبيقولوا لي على حاجات بتحصل ومش عارفه ايه كده، فانا بقول له ده حرام، وما رضيتش برضه يجيب لي الشيخ اللي يقول لي يعالجك بالقران ده. لا لا لا، قلت له الشيخ من عند ربنا. ولا خدمه ولا يحضر ولا يعمل، خليكي في صحبه القران وربنا هو اللي بيكشف السوق. هنسيب حضراتكم ونطلع ان شاء الله للفاصل. ان شاء الله بعد الفاصل نبدا في الرد على اسئله حضراتكم النهارده، وفي سؤالين من امس، نسال الله التيسير والبركه. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه خلود كانت بتسال عن ايمان الطلاق، الزوج كذا مره يقول لها علي الطلاق. دايما بننبه على حضراتكم، ويعني انا ببقى عندي حرص في هذه المساله لخطورتها ودقتها. لفظ الطلاق لا يسمع الا من الزوج، دي نقطه مهمه. وقلنا ولكن برضو عايزين ناكد على انه كلفظ او التلفظ بعلي الطلاق
هي كاليمين تماما. فهيروح لدار الإفتاء الزوج الكريم ويعدد المواقف اللي قال فيها، عشان هيسألوه انت قلت علي الطلاق، ويشوفوا هذه الحال بتاعه الوضع بتاعه، فتتم الفتوى على الخير. لكن ما تقلقيش يعني جملة لا تقلقي، عشان تقولي قالها كذا مرة فهي خايفة انها يبقوا ثلاث طلقات، لا خير ان شاء الله وابشري خيرا. وهو لازم ينصح بانه يعني نحترم ايات الله، فما تكونش دي مع كل خناقة وكل موقف. الام عادة بتنفعل يعني تتعصب، والمفروض ان برضه الواحد الانسان قدر الطاقه يتحكم في نفسه ويدرب نفسه، بالذات اللي بيكون غضوب او عصبي قدر طاقته، وهو كمان يتحكم بعد ذلك. الاستاذه سرية بتسال عن قوله تعالى وبشر المخبتين، واحنا كنا شرحناها في اثناء تناولنا بالتفسير الموضوعي لسوره الحج. المخبتين يعني المطمئنين الى الله، عندك سكون كده لانك مؤمن. المخبتين يعني الخائفين، خايف يغضبه وراضي وساكن إلى قضائه وقدره وإلى شرعه. المخبتين يعني المتواضعين، الإخبات من الخشوع والتواضع. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الكرام من المخبتين، اللهم آمين أجمعين. بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني عن زيارة القبور للنساء أثناء الدفن أو غير ده، لا مانع، وقلناها قبل كده، لا مانع بالضوابط الشرعية. مش هنروح بقى نصوت ونلطم والحاجات اللي بعض بتحدث من بعض النساء بالضوابط الشرعية، ده مقام اعتبار وجائزة، لأنها داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهنا في عموم، فهي دخل في هذا العموم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبإذنه للنساء وللرجال بالزيارة في وجود الضوابط الشرعية العامة الخاصة بالنساء والرجال. الست أم مصطفى بتقرأ من المصحف، وهي بتقرأ ورا بنتها، هتعمل كده في رمضان عشان تختم ختم القرآن بإنك ترددي خلف من تقرأين خلفه، بنتك ابنك أي حد، هي ختمة إن شاء الله تعالى، ولكم جزيل الأجر والثواب في ذلك. معانا وقت طيب بالنسبة لي كمان كانت بتسأل إنه عايز يوديها جوز أختها لحد يقرأ عليها ويحضر معرفش إيه ويعمل إيه، لا تروحي ولا تيجي، عليك بالرقية والتحصينات الشرعية المعروفة مع حسن التوكل على الله تعالى والثقة فيه وحسن الظن في الله. حسن الظن ده مهم جدا. بالنسبة لي كان في من أسئلة امبارح أختنا الفاضلة بدرية كانت بتسأل عن الشخص الرباني، يعني هو إيه الشخص الرباني؟ الشخص الرباني هو المنسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، ورد ده في القرآن الكريم في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الإنسان الرباني هو الإنسان اللي بيسعى انه يتعلم الاوامر الربانيه ويجتهد فيها ويعلمها ويبقى مستمسك بيها مستقيم عليها، صاحب البصيره وصاحب العلم بين الناس. ده بيتحقق للانسان ان يكون ربانيا بالتعلم وبالتعليم، ولما تعلم يتبع الامر الرباني، ولما تعلم انوار الوحي يتبع الهدي النبوي. ولعل أعلى مراتب الربانية كذلك هي التخلق بمعاني أسماء الله الحسنى على قدر الطاقة البشرية، يتخلق الإنسان منها على قدر الطاقة البشرية، يكون رحيم بخلق الله، ودود لطيف بيعامل الناس ويودهم ويودوه، مجامل ظريف صاحب ابتسامة، كريم فيتخلق، صبور فيتخلق، بهذه الأسماء والصفات على قدر طاقته البشرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. بالنسبة للسؤال الثاني لأختنا اللي كانت تسأل برضو عن معنى الضلال في الآية الكريمة، فهي بتسأل قل من كان في الضلالة فليمدد. طيب وبتسأل إنه الضلال هنا ومن يضلل الله، فهي بتقول ومن يضلل الله هنا
دي خاصة بالله، لا، الضلال في الآية ليس موجه للحق سبحانه وتعالى، حاشاه جل في علاه، وإنما المعنى هنا منسوب إليه جل وعلا على معنى يليق به، فهو سبحانه وتعالى زي ما بيوفق العباد والعباد الطائعين وبيسر ليهم أسباب الطاعة، لما بيلاقيك طائع ومستقيم يمدك بالقوة على الطاعة والاستقامة، كذلك بيفتح أبواب الضلال لمن يطرقها وبيتردد عليه. أنت مصمم، يحاول يصرفك عن طريق السوء وأنت مصمم تدخل في طريق السوء، خلاص فبيمد لك في هذا الباب، أنت اللي بتختار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ألهمها فجورها وتقواها، وأنت اللي بتختار. أنا بإيدي أختار طريق الطاعة وأمشي فيه، فربنا يمدك بملائكة يثبتوك. تمشي في طريق العصيان، الشياطين تؤزك على هذا الطريق أزا. يبقى الكلام هنا مش خاص بذات الله، إنما هنا الكلام خاص بذلك الذي يضل ويصمم على طريق الضلال يا صاحبة السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوجه إليه ضارعين بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم فرجا ومخرجا لنا جميعا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم فرجا ومخرجا لنا جميعا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. استودعكم عناية الرحمن الرحيم.